بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا الجزء الثاني من خصائص المادة. حكينا عن الجزء الأول اللي هي الكتلة، وقلنا عندنا المادة هي كل شيء من حولنا، وقلنا أيضا أنه عندنا، اللهم صل على سيدنا محمد، المادة لها خصائص نتعرف عليها، إنها بيكون لها كتلة وبيكون لها حجم، أي لها خصائص تميزها عن المواد الأخرى. حكينا عن الكتلة هي كل شيء، إيش آسف اللهم صل على سيدنا محمد، الكتلة هي ما يحتويه الجسم من مادة، ما يحتويه الجسم من مادة. وقلنا الخصائص الفيزيائية هي خصائص يتميز فيها أو صفات تتميز بها المادة. وشو هاي الصفات؟ يمكن ملاحظتها ويمكن قياسها، يمكن ملاحظتها ويمكن قياسها. أخذنا أول إشي، قلنا عندنا الكتلة، أول شيء قلنا الكتلة تقاس عندي هنا، ها واحد. الكتلة مالها؟ الكتلة قلنا تقاس بوحدة الكيلوغرام أو الجرام، الكيلوغرام أو الجرام. وقلنا نستخدم فيها أداة تسمى الميزان ذو الكفتين، أو الميزان الإلكتروني، أو الميزان المنزلي. اليوم راح نتعرف على الخاصية الأخرى التي تميز كل مادة عن الأخرى، وهي خاصية الحجم. الحجم، الحجم أخذنا زمان بالثالث، وبكل مكان حتى بحياتنا العادية بنقول هذا الشيء أكبر من هذا الشيء، هذا الشيء أصغر من هذا الشيء، صح؟ طب إحنا على أي أساس قررنا إنه هذا أكبر من هذا أو هذا أصغر من هذا؟ إذا في أنا إشي لاحظته بعيوني وقسته، إذا الحجم هو خاصية يمكن ملاحظتها وقياسها، ممكن ملاحظتها وقياسها. شو بنقول يا رابع عندي؟ مثال بسيط، أنا فتت لعندكم على هالصف وكلياتكم قاعدين بدروجكم، ماشي؟ باجي بقولكم بدي أقعد عندكم، شو بتساووا؟ بتقوم واحدة أو بتزيحوا ثنتين على آخر حفة الدرج بتقعدوني، صح؟ بيزيحوا ثنتين على آخر حفة الدرج وأنا بقعد. طيب بتيجي مثلاً لمار بدها تقعد، فبتزيح، بيجي هذول البنتين نفسهم بيزيحوا شوية، ما بيزيحوا كثير، صح؟ بيزيحوا بس شوية وبتقعد لمار. إذا شو صار في عندي؟ لمار حجمها أصغر من حجمي، لذلك هي تحتاج مكان وحيز أصغر من حجمي. إذا أنا المكان اللي أنا قعدت فيه هذا هو حجمي، المكان الذي أنا شغلته، الذي أنا شغلته. لكن كمان إذا شو بيكون عندي؟ كبير، لكن المكان اللي قعدت فيه لمار فهو صغير، إذا هي تشغل حيز ماله صغير، تشغل حيز صغير. إذا الحجم هو إيش؟ المكان أو الحيز الذي يشغله الجسم، الذي يملأه الجسم. طبعا الهواء له حجم، اللوح له حجم، القلم له حجم، كل شيء من هذول الأشياء لها حجم تأخذه وين؟ بالمكان اللي هي فيه. تمام؟ تمام. طيب هسه الحجم هذا قلنا احنا يمكن ملاحظته وقياسه. بنيجي عندنا احنا بنعرف حالات المادة، صح؟ سائل وغاز وصلب. طبعا السائل والغاز ايش في لهم؟ وحدات قياس. خلينا قبل وحدات القياس، هسه انا لما بدي اروح اشتري بيبسي من الـ من الـ من الدكانة، شو بسوي؟ شو بقول له؟ اعطيني لتر ايش بيبسي، أو مثلاً بدي عبوة الـ 350 ملي، صح؟ باجي أنا بحدد حجم السائل اللي أنا بدي أشتريه. طبعاً يتم قياس حجم السائل بأداة، ها اسمها أداة تسمى
زي هيك شكلها. أنا لو بالمدرسة فرجيتكم إياها وعملنا عليها إيش قراءات. هذا يسمى المخبار المدرج. إيش اسمه؟ المخبار المدرج. المدرج، المخبار المدرج. طيب في عندي كمان شيء ثاني يسمى الكأس المدرج. الكأس المدرج أو المخبار المدرج هذول فقط لقياس إيش؟ حجم السائل، لقياس حجم السائل. والسوائل عندي لها وحدة قياس خاصة فيها، زي ما حكينا اللتر أو الملي لتر. إيش اسمهم؟ لتر أو ملي لتر. تمام؟ كيف منقيس؟ منعبي السائل في هذا المخبار أو بهذا الكأس، ومنشوف القراءة اللي عليه ومنكتبها. يعني مثلا لو هون مثلا خمس ونص، هون خمس، هون واحد اثنين، آسف ثلاث، وأنا عبيت السائل هون لهذا الحد، شو بتطلع عندي القراءة؟ تطلع عندي القراءة تقريبا اثنين ونص، اثنين ونص. وهذا خلينا نقول وحدة قياسه، الوحدات هاي عبارة عن ملي، فبنقول اثنين ونص ملي لتر، اثنين ونص ملي لتر. كيف عرفت أنا؟ قرأت لوين واصل عندي السائل وحطيت حجمه، وشفت وين واصل السائل وحطيت حجمه. هسا عندنا هون ها في أشياء كثيرة بتكون مدرجة عندي بالحياة. لاحظوا يا رابع، شايفين هون؟ آسف جوز بلمع معي. هاي شايفين قراءات هون؟ هاي عبارة عن إيش؟ تدريجات بتبين لي حجم السائل، تدريجات بتبين لي حجم السائل. هاي بالنسبة لإيش؟ لحجم السوائل. تمام حجم السوائل معانا، بس كيف منقيسه؟ منشوف الحد اللي عنده واصل السائل بالمخبار المدرج أو بالكأس المدرج وبحطه. تمام؟ نيجي هسه لوين؟ للأجسام الصلبة. هسه الأجسام الصلبة يا رابع مقسومة عندي لقسمين. في أجسام منتظمة الشكل. كيف يعني منتظمة الشكل؟ يعني مكعب، متوازي مستطيلات، كرة، أشياء لها إيش؟ ملامح معروفة. يعني عندي هذه كرة، هذه الكرة بقدر إيش؟ حساب، عملية حساب حجمها. عندي متوازي مستطيلات، هذا ما يسمى متوازي مستطيلات. هاي الأجسام المنتظمة بحسب حساب حجمها إيش؟ باستخدام المسطرة، وإيش؟ بعمل عمليات حسابية لإيجاد حجمها. تمام؟ لكن في عندي أجسام غير منتظمة، يعني مثلاً هذا القلم شكله منتظم؟ لا، كيف أشياء بارزة من هون، أشياء من هون، أشياء من هون، صح؟ شكله غير منتظم. هذا رح ناخذ طريقة حساب حجمه الحصة الجاية إن شاء الله، لكن اليوم رح يكون درسنا تركيزه على حساب أحجام الأجسام المنتظمة، حساب أحجام الإيش؟ الأجسام المنتظمة. طبعاً وحدة قياس الأجسام الصلبة شو هي عندي؟ متر مكعب أو سنتيمتر مكعب. متر مكعب، هاي تنقرأ مكعب، ماشي؟ سنتيمتر مكعب أو متر مكعب. هسا راح أفهمكم منين بتيجي هاي المكعب. هسا حجم هذا، أول إشي هاي هيك شكل المكعب العادي، تعرفوه صح؟ كلكم بتعرفوا يا رابع الشكل المكعب. وهاي متوازي المستطيلات، شايفينه؟ تمام؟ طيب شو بدنا نساوي يا رابع هسه؟
بدنا نتعرف على أضلاعه. منقول طول في عرض، في عرض ها طول، ها طول في عرض في ارتفاع. هاي الطول وهاي العرض وهاي ارتفاع ايش المجسم عندي. هذا يسمى متوازي مستطيلات، له قانون لحساب الحجم. شو منقول؟ حجم متوازي المستطيلات شو يساوي؟ الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. إذا عندي الطول، هذا لازم نحفظه، طول ضرب العرض ضرب الارتفاع، تمام؟ هسه بدنا نشوف اصلا هاي منين اجت. بنقول الطول بقد بايش بنقيسه؟ بالسنتيمتر، ها سنتيمتر ضرب العرض بايش؟ كمان سنتيمتر. لازم كل الوحدات يكونوا زي بعض. والارتفاع عندي شو؟ سنتيمتر. احنا لما نضربهم مع بعض ايش يا رابع؟ ايش يا رابع؟ لما نضربهم نجمع شيء يسمى الأسس. يعني هاي فوق واحد وهون واحد وهون واحد. لما نضربهم مع بعض ونجمع الواحد زائد الواحد زائد الواحد شو بصير عندي؟ سنتيمتر مكعب. سنتيمتر مكعب. عرفتوا منين اجت الثلاث هاي؟ لمار مركزة معاي؟ ركزي معاي. إذا عرفنا منين جاي عندنا؟ هاي السنتيمتر مكعب، هاي عبارة عن وحدة قياس ايش؟ هاي الأجسام أو هي أو المتر، تمام؟ طيب بنيجي على وين يا رابع؟ بدنا نعطي أمثلة ونحسب عليها، وبدي تحسبوا معي. بنقول نكتب سؤال. متوازي مستطيلات طوله يساوي 2 سنتيمتر، عرضه يساوي 3 سنتيمتر، ارتفاعه يساوي 1 سنتيمتر، تمام؟ شو بقول لك السؤال؟ احسب حجم المتوازي. مين الشطورة اللي بتحسب لي حجم المتوازي؟ مين الشطورة اللي بدها تطلع معي تحسب حجم المتوازي؟ نجرب تجربة مع بعضنا. يا جنى، يلا يا جنى. نضرب الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. ممتازة. أول شيء بنحط القانون، بنقول الحجم يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. ممتازة. قديش الطول عندي؟ 2 سنتيمتر. ضرب العرض قديش عندي؟ 3 سنتيمتر. والارتفاع عندي 1 سنتيمتر. ممتازة يا جنى. نيجي شو نضربهم؟ 2 ضرب 3 ستة. ستة ضرب واحد ستة. ستة سنتيمتر مكعب. إذا حجم متوازي المستطيلات 6 سنتيمتر مكعب. ممتازة، أحسنت يا جنى. خلينا نحط كمان مثال. خلينا نغير الأرقام ونمسح
القانون عشان انتوا ترجعوا تنقلون اياه وتحفظوه معايا. نيجي خلينا نقول 3 سنتيمتر طول عرضه طوله و3 عرضه و2 ارتفاعه. تمام؟ مين الشطورة اللي بدها تجاوب معي؟ مين الأمورة؟ أي حبايب؟ مين؟ أي حنان؟ جاوبيني. الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. ممتازة. أول إشي بنقول الحجم يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. الطول قديش عندي؟ 3 سنتيمتر. سنتيمتر. والعرض يساوي 3 سنتيمتر. ممتازة. والارتفاع عندك قديش يساوي؟ 2 سنتيمتر. خلينا نحسبهم. 3 ضرب 3 9. 9 ضرب 2 ضرب 2 18. ممتازة. إذا عندي 18 سنتيمتر مكعب. 18 سنتيمتر مكعب. ممتازة يا حنان. إذا عندي 18 سنتيمتر مكعب. فهمنا لحد الآن يا رابع شو كيف عملية حساب وتوازن المستطيلات؟ آه؟ عرفنا الحجم؟ آه يا تالا؟ شو تمام عندكم يا صبايا؟ حدا عنده مشكلة؟ طيب خلينا بدنا هسا نيجي لإيش؟ بدنا نيجي للشكل الثاني اللي هو المكعب. طيب يا شاطرات يا أمورات، مين تقول لي شو بيميز المكعب عن المتوازي؟ شو من خصائص المكعب؟ مين تقول لي ايش بيميز المكعب عن المتوازي المستطيلات؟ يا لمار، ما المكعب؟ لأنه عنده 4 أضلاع. مالهم هذاك كمان عنده أضلاع؟ مش أضلاع 4، لا لا، إله أكثر من ضلع، بس ما الأطوال أضلاعه؟ ما الأطوال أضلاعه؟ يا لنا افتحي المايك من عندك يا لنا. لأنه أضلاعه متساوية. ممتازة، ممتازة جدا. إذا جميع أضلاعه متساوية. إذا لما بدي أقول لك أنا سؤال يا رابع بحساب حجم المكعب، شو بقول لك؟ بقول لك فقط طول ضلع واحد، وأنت لازم تعرف لي إنه جميع أطوال أضلاعه نفسها، يعني الطول نفس العرض نفس الارتفاع. الطول يساوي العرض يساوي الارتفاع. نيجي شو بنقول لك مثلا؟ بدي اعطيك مثال. اقول يا رابع احسب حجم مكعب طول ضلعه يساوي مثلا، خلينا نجيب لكم رقم صغير، 2 سنتيمتر. 2 سنتيمتر. لاحظوا انتم انا لما قست طول حطيت سنتيمتر، لكن لما اوجدت حجم حطيت مكعب. لاحظتوا الوحدة كيف بتختلف عندي؟ طيب احسب حجم مكعب طول ضلعه 2 سنتيمتر. مين تحسب لي حجم هذا المكعب؟ مين يحسب لي حجم هذا المكعب؟ يا حلوين يا حلوين يا أمامير. يلا يا رهف، يلا. بس 2 ضرب 4 يساوي 8.
لا 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 مش هيك. على مهلنا سنتيمتر. اول اشي على مهلنا بنحط القانون، بنحط القانون شو بنقول؟ الحجم. الحجم، الحجم يساوي اوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. ممتازة. بس أنا عندي هون مكعب. استني علي، استني علي يا رهف. أنا عندي هون مكعب، يعني جميع أطوال أضلاعه مالها متساوية. الطول شو يساوي؟ أيوة. الطول شو يساوي؟ اثنين ضرب العرض. اثنين سنتيمتر. ضرب العرض قديش عندي؟ كمان 2 سنتيمتر. ممتازة، كمان 2 سنتيمتر. نيجي على الارتفاع، الارتفاع قديش عندي؟ كمان 2. ممتازة، كمان 2 سنتيمتر. شو بنقول؟ 2 ضرب 2 4. 4 ضرب 2 8. 8 سنتيمتر مكعب. 8 سنتيمتر مكعب. هذا هو عندي ايش؟ قياس حجم المكعب. فهمنا كيف؟ نرجع نحط كمان مثال. خليني ارجع احط كمان مثال عشان يشارك الكل. خليني أقول لك يا رابع، ثلاثة. أحسب حجم مكعب طول ضلعه ثلاث سنتيمتر. ثلاث سنتيمتر. مين يجاوبني على هذا السؤال؟ مين من الصبايا اللي ما طلعوش؟ مين من الصبايا اللي ما طلعوش؟ أشوف. يلا يلا بدي مشاركة أشوف. يلا يا ريان. يلا ريان جهماني، يلا حبيبتي. يلا. الحجم يساوي الطول ضرب الارتفاع. ممتازة. طيب هون قديش طول الضلع عندي يساوي؟ 3 سنتي. لما بقول لك طول الضلع يعني طوله قديش؟ 3 سنتي. ممتازة. طيب وعرضه؟ العرض قديش عندي؟ كمان؟ 3 سنتي. 3 سنتي. والارتفاع لأنه مكعب كمان؟ 3 سنتي. طيب بنيجي بنضرب 3 ضرب 3 9. 9 ضرب 3 12. 3 ضرب 3 9 ضرب 3 7 27. 27. احنا بنضرب يا امي مش بنزيد، نضرب 27 سنتي متر. ممتازة يا ريان. إذا بضرب الطول في العرض في الارتفاع وبيطلع عندي حجم إيش؟ هذا الجسم المنتظم اللي هو عندي هون حاليا مكعب. تمام يا رابع؟ في حدا عنده سؤال أو مشكلة لحد الآن؟ راح يكون عندنا الحصة الجاية عملية قياس لإيش؟ للأجسام الغير منتظمة. طبعا اليوم ما عندنا واجب، وراح أبعث إن شاء الله الحصة هاي على اليوتيوب على الجروب بعد قليل إن شاء الله. يعطيكم العافية، وإن شاء الرب الكريم إنه تكونوا استفدتوا معي يا رابع. يعطيكم العافية حبايبي.